هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون منتجات انا بجيبها من الصيدليه، هي معظمها كريمات. هقول لكم استخدام كل كريم من الكريمات دي، وهقول لكم انا بشتريهم ليه، وهيكون برضو زي ريفيو عن كل منتج فيهم، والهدف من ان احنا نجيبه، وايه كمان المشاكل اللي هم بيحلوها، وكل الكلام ده هنتكلم فيه. فهاتوا حاجه كده اشربوها واقعدوا اتفرجوا، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكي. فلو انت مهتمه كملي معايا الفيديو للاخر. حاجة هنبدأ بيها ان انا هصنف لكم المنتجات اللي معايا دي. انا معايا 4 كريمات مرطبة وواحد بس مضاد حيوي. الفيوسيدين طبعا هو ده المضاد حيوي، لكن الكربميد والبانسينول المرهم والبانسينول الكريم والموندو، كل دول كريمات مرطبة. طب هتسألوني انا ليه بجيب كل الكريمات دي؟ كل واحدة حسب نوع بشرتها وحسب الوضع اللي بتكون عليه البشرة كمان في الفترة دي. بمعنى ايه؟ يعني ممكن مثلا تكوني انت حد بشرته جافه، بس جه عليكي وقت مثلا ما عملتيش فيه جلسات تنظيف لوشك، فتراكمت زيوت كتير في البشره، فاصبحت بشرتك في الوقت ده مختلطه شويه. فساعتها ما ينفعش تستخدمي لها نفس مرطب البشره الجافه اللي كنتي بتستخدميه، لان مرطب البشره الجافه بيكون ترطيبه اعمق، فالدهون اللي جواه اكتر شويه علشان يعني تعوض النقص في الدهون اللي في بشرتك. ففي الوقت ده انت مش محتاجه كل الدهون دي، فما ينفعش تستخدمي الكريم ده. يبقى انتي ما ينفعش برضو يفضل عندك منتج واحد معتمدان للبشرة وتقولي هو ده اللي انا بستخدمه، لان انتي لازم تشوفي بشرتك في الفترة دي محتاجة ايه وتعمليه لها. طيب انا بشكل عام في فصل الشتاء او في الخريف بشرتي بتجف، فبحتاج مرطب قوي يكون مناسب للبشرة الجافة. في الحالة دي بيكون البطل بتاعي هو كريم موندو. كريم ده قوام الكريم ده تقيل شوية طبعا، علشان كده بيكون مناسب قوي للبشرة الدهنية. اهو بفرده كده وبسيبه بالمنظر ده على الوش، وبستنى البشرة تشربه براحتها خالص. بصراحة بيكون لطيف قوي يعني، وبينعم جدا البشرة وبيهديها وبيخلي ملمسها ومظهرها حلو جدا جدا بصراحة. وكمان بيساعد قوي في التفتيح، لانه بيرطب قوي فبيقلل مشكلة الاسمرار او الغمقان، سواء للبشرة او لاي مكان تاني في الجسم. يعني هو الكريم ده ينفع يستخدم مرطب للجسم كله، لانه هو مرطب قوي ومرطب جميل جدا. انا بجيبه للبشرة في الشتاء، بس ينفع يستخدم لباقي الجسم عادي سواء صيف او شتاء، هيكون فعال جدا معاكي ومناسب في حالة ان لم يكن عندك جلد وزة، لان الجلد الوزة بيحتاج ترطيب اعمق شوية في الرجل وكده يعني. فلو هتستخدميه لجسمك سواء انتي بشرتك جافة او مختلطة او عادية هيكون حلو جدا معاكي. هتستخدميه لوشك في حالة ان انتي بشرتك جافة او عادية برضو هيكون حلو جدا معاكي في كل الحالات دي. فانا في التوقيت الحالي اللي احنا فيه بستخدمه لجسمي، مش كل جسمي بصراحة، بس يعني في اماكن كده بحب ان انا احطه فيها، يعني بيديني ترطيب جميل زي مثلا ايدي ووش الرجل والاماكن دي بيكون ترطيبه حلو جدا. بس ما بستخدموش في رجلي بقى نفسها علشان مشكلة جلد الوزة دي، بستخدم مرطبات اقوى شوية من كده. سعر الكريم ده 45 جنيه، وهو مناسب جدا بصراحة لأي بشرة ان لم تكن بشرة دهنية في فصل الصيف، لان البشرة الدهنية في فصل الصيف بتحتاج مرطب اخف شوية من المرطب ده، وده بيكون قوي ودهنيته عالية وكده. فدي بس الكيس الوحيدة اللي مش هينفع فيها الكريم ده. تاني ومنتج معانا، او نقدر نقول اللي هو ان هو التاني والتالت مع بعض، وهو البانسينول. طبعا دول نوعين من البانسينول، ممكن كتير ما يبقاش عارف ايه الفرق بينهم. الحقيقة ان البانسينول ده مرهم عليه بس 2% كريم، لكن البانسينول ده كريم بس مش مرهم. طيب ايه الفرق؟ هقول لكم انا ايه الفرق. الفرق ان البانسينول الكريم اللي هو ده ترطيبه اخف، وزيه زي الكريم مثلا بتاع موندو ينفع للوش وللجسم. لكن البانسينول المرهم اللي هو ده اللي بيبقى عليه 2% كريم بس، ده بيبقى ترطيبه اقوى شويه، وده بيكون معالج اكتر لمشاكل البشره من سواء الحبوب او الالتهاب او التهيج او الحروق لا قدر الله. بس يعني اللي هو الحروق البسيطه، مثلا حد كب عليه حاجه بتاع، بس مش حروق عميقه يعني. حد بشرته التهبت، حد مثلا عمل شيفنج او يعني ازاله الشعر بالشفره وجلده حمر او جلده التهب، في
الحالة دي هو بيكون معالج مش بس ترطيب، لانه هو قوي جدا طبعا زي ما قلت لكم. ففي الحالة دي بيكون البنسينول المرهم ده احلى كتير جدا من البنسينول الكريم. فانا بجيب البنسينول الكريم ده لوشي في الوقت اللي بحس فيه ان بشرتي مزيتة شوية، لان هو مرطب خفيف اخف من الموندو طبعا، فبجيبه للوش يعني علشان مراقمش الدهون على الوش في الفترة اللي انا حاسة فيها ان انا بشرتي شوية مختلطة او دهنية. لكن بقى اي وقت عندي فيه حبوب، اي وقت فيه حاجة فيه التهبت في ايدي بعد ما بعمل شيفينج، انا بعمل ريموفينج بان انا بستخدم طريقة الشيفينج، ففي الحالة دي بحتاج مرطب قوي جدا بعد الشفرة علشان البشرة الحساسة، او انا شخصيا بشرتي حساسة ما تحمرش والحمران يقلب بعد كده باسمرار والموضوع يقلب العكس. ففي الحالة دي ان انا بستخدم على طول البنسينول المرهم ده في ان هو بيرطب كويس جدا جدا بعد الشفرة، بيلطف الجلد من اي مشكلة فيه، لو طلع لي اي حبوب في وشي بيكون ممتاز جدا في ان هو بيودي الحباية. يعني كمان لو عاملة وشي مثلا بفتلة او بشفرة او باي حاجة لازم بعديها بتستخدمي برضو مرطب قوي علشان يلطف الجلد. هو البنسينول المرهم ده هو ده انا بسميه ملطف الجلد، هو اصلا ملطف للجلد بشكل عام، يعني كل مشاكل الجلد هو بيحلها. لكن مثلا لو انت وشك محمر او ملتهب في الحالة دي البنسينول الكريم ده مش هيكون فعال معاكي قوي، لازم تستخدمي ساعتها البنسينول المرهم. سعر كل واحد فيهم، البنسينول الكريم ده سعره 16 جنيه، والبنسينول ده سعره حوالي 12 جنيه 15، سعره 15 جنيه. فالاتنين اسعارهم اصلا يعني حلوة جدا بالنسبة لاحجامهم، احجامهم كبيرة اساسا وبتقعد مدة طويلة. يعني الموندو ده ب45 جنيه تقريبا قدهم، وهم ارخص منه بكتير، يعني 16 و15 تقريبا تلت التمن بتاع الموندو. فعلشان كده انا كنت دايما بقول لكم في اي كريم او اي مرطب انا بعمل لكم عنه ريفيو قبل كده انه بلاش اي كريمات فيها كحول او فيها ريحة بيرفيوم يعني على الوش، استخدموا مرطبات طبية. هي المنتجات اللي قدامي دي هي دي المرطبات الطبية، سواء الموندو او البنسينول الكريم او البنسينول المرهم، وكمان الكربوميد لسه هنتكلم عنه، بس الكربوميد كمان مرطب. نتكلم بقى عن الكربوميد عشان نبقى خلصنا المرطبات وبعدين ندخل في الفيوسيدين. الكربوميد ده مرطب برضو، سعره كام؟ سعره كام؟ سعره 9 جنيه، فهو طبعا ارخص من البنسينول وارخص من الموندو. الكربوميد ترطيبه اعمق شوية من ترطيب البنسينول والموندو، يعني ممكن تستخدميه للمناطق الحساسة كمرطب ليها، هيكون مرطب ممتاز جدا علشان طبعا المناطق دي سهلة التهيج وسهلة الالتهاب، فلازم لها يعني تشيل الشعر من هنا وتروحي رشقة في وشها من هنا كريم مرطب قوي، وفي نفس الوقت ما يكونش قوامه تقيل، يكون ترطيبه عميق بس قوامه مش تقيل علشان ما يسدش المسام، وعلشان بسرعة يعالج المشكلة قبل ما يحصل التهاب وتهيج للجلد. ففي الحالة دي الكربوميد هيكون ممتاز جدا معاكي. كمان ينفع بعد ما تعملي سكراب، ينفع للجسم كله بعد السكراب علشان يلطف الجلد الجديد بعد ما عملتي تقشير يعني. كمان ينفع في الاهتمام والعناية بالاكواع والركب ووش الرجل، التلات اماكن دول اكتر اماكن فيهم مشاكل في الجسم بسبب الاحتكاك والاسمرار وكده، فبنبقى محتاجين ان احنا دوريا نعمل لهم سكراب علشان نقشر الجلد الميت باستمرار، وبعدين نرطب ترطيب قوي جدا علشان لو فيهم اسمرار او فيهم اي حاجة يبدأ مظهره يقل. فالكراميد في الحالة دي هيكون مناسب جدا وممتاز جدا. هو تقيل شوية على الوش، بلاش تستخدميه للوش، خليكي بس في استخدامه للجسم، سواء الاماكن الحساسة او الاماكن سميكة الجلد او الاماكن الملتهبة، كل ده هيكون يعني استخدامه مناسب جدا جدا. غير ان هو كمان بيعمل نسبة تفتيح بسيطة وحلوة جدا بصراحة، يعني بالنسبة لسعره وبالنسبة ان انت تستخدميه بشكل دوري انت اصلا هتحسي بفرق ملحوظ جدا في مظهر الجلد بسببه اساسا الكربوميد ده. فهو ده بصراحة يعني نينجا جدا في نفسه وانصحكم بيه، بس الملحوظة اللي بقولها لكم ان انتوا بلاش تستخدموه على وشكم. اخر حاجة وهو الفيوسيدين، ده فيوسيدين كريم سعره 23 جنيه. الفيوسيدين عامة هو مضاد حيوي للبشرة
يعني ايه مضاد حيوي؟ يعني ان هو بيعالج اي مشكلة في البشرة. يعني مثلا اشهر المشاكل واعظمها مشكلة الحبوب بتاع البشرة الدهنية، لو كل شوية اتنطرت لك كده حباية 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 حباية، لما تحطي كل يوم فيوسيدين على الحباية هتصحي ان شاء الله تلاقيها ان ما كانتش اختفت على الاقل دمرت، او على الاقل في ملاحظة على حجمها ان هو بيقل. فطبعا مع الاستمرار هتروح خالص، وهتروح من غير مشاكل ومن غير ما تسيب اثر مكانها ومن غير ما تعمل لك مظهر يضايقك. فانا بحب اجيب الفيوسيدين علشان الحبوب، ان انا كل ما بتطلع لي حباية بحط سواء على مكان الحباية بس، او بحط ساعات على وشي كله، ادهن وشي كله بيه وانام. فالفيوسيدين ممتاز جدا 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 في موضوع الحبوب ده، في ان هو بيعالجها وبيخفيها خالص من غير ما يخليها تسيب اثار. فكده دي اهم المنتجات اللي انا بجيبها من الصيدلية. مش كل المنتجات بصراحة، في حاجات تانية بجيبها برضو بشكل دوري ان شاء الله هعرضها لكم في فيديوهات جاية كتير، بس دول اهم منتجات لازم تكون عند اي واحدة. طبعا اكيد مش كلهم، بس انا شرحت لك الفايدة من كل كريم فيهم، ووضحت لك سعره وريفيو كامل عنه. فانت شوفي انت ايه مشكلتك وهحلها يبقى في انهي منتج من المنتجات دي، وان شاء الله لو جبتيه واستخدمتيه هيكون فعال جدا معاكي وهتشكريني عليه انا متأكدة. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولو وصلتوا لاخر الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ويا ريت تكتبوا لي اي حاجة في الكومنتس عايزين تقولوها لي، او اي تعليق ليكم على اي حاجة انا قلتها في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاية كتير. سلام.